عقلما وبدنا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحيه وترحيب من هنا من ميدان التله، لتعلن انطلاقه شوطنا الثامن للقعدان الاجذاع المهجنات الاصايل. حضرت هذه الشعارات وحضرت هذه الاسماء الكبيره والخطيره والرنانه الحاضره في هذا المساء. على بركه الله نبدا مع البدايه لاتابع اول المراكز. من يحتل الصداره شاهين؟ احمد بن سعيد بن سعيد المنصوري، بينما المركز الثاني الحاضر في هذه اللحظات هنا المتحد مبارك بن محمد بن اوريقه العامري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثالث وصل الظبي وحضر ليحضر شعار مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يقدم لنا الظبي مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات من الرصاصي القادم هنا محمد بن سيل بن نخيرات العامري مع رابع الأسماء. بينما القادم في هذه اللحظات مع رابع الأسماء الفارس مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي مقدما لنا شعاره بن حمدش يصل في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات ليتقدم الواعي بشعار مبارك بن راشد بن علي الشمسي قادما وحاضرا في هذه اللحظات مع الواعي وحضوره مع الواعي وانطلاقاته. بينما القدوم مع المركز السادس الحاضر في هذه اللحظات مبلش لسالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا شعاره. بينما القدوم والحضور في هذه اللحظات من المفتي القادم شعار عاطف بن عطية بن حسن القرشية بقيادة بن حلفان راشد بن حلفان من يقوده في عملية تضميره ومتابعة هذا الشعار. بينما القدوم من البدعة لأحمد بن عبد الله بن ضاحي أبو حميم من يقدم لنا شعاره في هذا الحضور وكذلك الانضمام ليصل في هذه اللحظات وينضم ضاري بشعار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. الهاجري بدأ في الحضور، بدأوا في الوصول في هذا الشوط، لكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة إلى التحدي الأول هناك، إلى من يحتل البداية إلى من يحتل المقدمة. مع صدارة هذا الشوط ينطلق شعار بن اوريقه يقدم لنا انطلاقة وحضور المتحد مبارك بن محمد بن اوريقه العامري العامري. بينما المركز الثاني الظبي قادم، الظبي حاضر شعار بن محمد القادم في هذه. مع المركز الثاني من يقدم لنا شعاره مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات شاهين احمد بن سعيد بن سعيد المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات والحضور في هذه اللحظات يتقدم الواعي مبارك بن راشد بن علي الشامسي قادما وحاضرا في هذه اللحظات وحضر شعار بن سلامة الهاجري ليقدم لنا شعاره بهذا الحضور المميز بهذا الحضور الكبير. يتقدم ضاري عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري ايضا القدوم ايضا الحضور ليحضر في هذه اللحظات. هنا الانطلاق، هنا الحضور الكبير من الفارس مبارك بن سعيد بن محمد الخيلي قادم.
قادما وحاضر بهذا الحضور المفتي لعاطف بن عطية بن حسن القرشي، ومبلش هو القادم سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا شعاره أيضا الانضمام. أول نداء لهنا انطلاقة شعار سهيل بن أحمد بن محمد بن حطم العامري، يقدم لنا لزام وحضوره، لزام وانطلاقاته، شوط الإجذاع، شوط الإبداع، شوط المتعة، شوط الإبداع، شوط الإثارة. نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى من ينتقل إلى البداية، إلى من ينتقل إلى الصدارة. الظبي مع أول المراكز، الظبي مع أول التحديات، مطر بن راشد بن عيب المفتاح الشامسي، وايضا القادم حباري من بالسلامة القادم وشعاره مع ضاري ولزام ومفتي. ولكن الظبي مع البداية، الظبي مع الصدارة، يتقدم بمحمد، يتقدم الكيلو الأخير، الكيلو الخطير يا بن مفتاح، يا بن مفتاح. الله 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 يا الظبي، وصل بسلامة، وصل المفتي، وصل لزام، وصل عاطف بن عطية بن حسن القرشي. ولكن الظبي وإنجازاته، الظبي وبطولاته، الظبي وتاريخه، يتقدم بهذا الحضور الكبير مطر بن راشد بن علي بن مفتاح، بن مفتاح. ولكن القادم الحاضر لزام سهيل بن أحمد بن محمد بن حطم العامري. الله 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 الله. وصلوا على الإجذاع، وصلوا على الإمتاع، وصلوا على الإبداع. ولكن الظبي اصمد يا الظبي اصمد. ولكن من وصل عجيب، راشد بن خميس الغويص السوادي. الظبي بن مفتاح. ولكن الغويص السوادي في آخر الأمتار، بن منانة لزام قادم، والحاضر هنا عالي عبد الله بن محمد بن طماطم الحفاري. ولكن بن منانة يقدم لنا شعاره في آخر الأمتار. مبلش يا مبلش. ولكن عجيب عي على الناموس، عي على الانتصار، راشد بن خميس الغويس السويدي، تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل شعار بن منانة مع مبلش سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. والمركز الثالث كان الحضور مع لزام سهيل بن أحمد بن حمد بن حطم العامري. والمركز الرابع كان الظبي لمطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، قدم أداء أيضا يشكر عليه. المركز الخامس كان حضور أيضا مشاهدينا الكرام عالي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن طماطم العفاري، تانينا والناموس لمالك عجيب راشد بن خميس الغويص السويدي. توقيته ولحظات وصول هذا الشعار إلى خط النهاية، منتزع ناموس هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. مشاهدينا الكرام ننتظر وإياكم توقيته ولحظات وصوله كما تتابعون توقيته عبر قناة ياس الناقلة لهذا الحدث الكبير والهام من ميدان التلة. تسع دقائق 16 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تانين والناموس. المركز الثاني مبلش لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. تسع دقائق 16 وتسعة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان حضور أيضا اللي هو لزام لسهيل بن أحمد بن محمد بن حطم العامري. تسع دقائق 17 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، تانينا والناموس لجميع الفائزين.